اتوقع في نهايه حلقه اليوم ما بكون نفس الشخص اللي قاعد تشوفونه قدامكم الحين، خلاص بكون فاتح التيشيرت ابو حديد ومعضل وكذا وعضلات، بس نطروا نهايه الحلقه وبتعرفون ليش. معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة جديدة، واليوم عندنا فكرة مختلفة تخليني اصير بحديد نهاية الحلقة كذي خلاص. ليش؟ لان اليوم عندنا تحدي هاير اور لوور، مثل موقع كذي يستعمل البحث في جوجل، يعني تعرف لما تروح جوجل تكتب من افضل يوتيوبر في العالم بيطلع لك حمان. الموقع باختصار ماخذ كل البحوث اللي صارت في تاريخ جوجل هلون في 2017 ومقارنها مع بعض. مثلا يقول لك الايفون معدل الناس اللي يبحثون عنه شهريا هو 2 مليون، خلينا نقول. بعدين يقول لك البلايستيشن، هل تتوقع البلايستيشن شهريا الناس يبحثون عنه اكثر ولا اقل من الايفون؟ فانت لازم تختار اكثر او اقل. فهمت اللعبه سهله وبسيطه، بس شلون بتصير ابو حديد يا حمان؟ الحين بقول لك. كل مره نخطا ننزل 5 بوش اب، 5 بوش اب، هني 5 ضغط كذي كل مره نخطا. طبعا يمكن تقولون لي سهل وما فيها صعوبه حمان، شو السالفه؟ شلون بتصير ابو حديد بهاي؟ لا لا، انطر انطر انطر، مو 5 واحده بس، كل مره اخطا 5، فيعني اول 5 بتكون سهله، اللي بعدها بعد سهله، واللي بعدها واللي بعدها اللي بعدها، لين ما تدريجيا خلاص انا تعبت، جسمي تعب. لا، كل مره نخطا انزل 5 بوش اب، يعني عادي تخلص الحلقه انا مسوي 200 بوش اب شيء كذي. المهم الحين بنبتدي وبتشوفون ثيابي تغيرت، بس لان قاعد المقدمه اختربت. في شيء بقوله بس قبل لا نبتدي، ان الاسبوع الجاي يمكن خف شوي في التنزيل، هل عندي تسليمات جامعة وغيره، بس بحاول اوصل على التنزيل اليومي نفس ما شفته في الاسبوع اللي طاف. المهم خلينا نبتدي مباشرة. عندنا افون واللي هو براند ما اعرفه، بس 5 مليون بحثوا عنه في غضون في شهر تقريبا. عندنا سبا، اتوقع خلينا نعطيها شوية تحريات. انت لما تدخل جوجل فكر كالناس الحين، اوكي؟ الناس بيدخلون بيبحثون عن سبا، يبون مساج، يبون هاللون، ما بيبحثون عن البراند. ما اعرف صراحة، ما اعرف، ابيكم تشاركون وياي طبعا، ابيكم انتم تفكرون وياي، ما تشوفوني انا بس افكر فيه. ما ادري ليش اتوقع ان السبا بحثوا عنه اكثر، بحثون عن الكلمه. وات؟ افون اكثر؟ 0 السكور مالنا. يلا انزل بوش اب، انزل بوش اب على تحرياتك. 1 2 3 4 5. من اول شيء سيد خطا، بلاي اجين. يلا ابا، هو بصراحه ما اعرف هاي فرقه ولا شخص ولا مين. وفليت وود ماك، ثلاثهم ما اعرفهم مين انتو. هاي لان اسمها اكثر، مره هاي بقول اقل. اوه مشت وياي وانا لا اعرفهم. افون هاي تو طالع لنا، شو تكرر هاللون؟ ما ادري صار شيء هاللون. المهم هاي 5 مليون عرفنا بالراحه. هاي اكثر بيرسونال اسيستنت، مساعد شخصي. اتوقع مو وايد ناس يبحثون عن مساعد شخصي هاللون، او ما بيبحثون في جوجل على الاقل، فبقول اقل 60,000، ما يتقارن ب 5 مليون. سيليكون فالي واللي هو منطقه في امريكا، ما اعرف الصراحه، ما اعرف، بس اتوقع بحثوا عنها اكثر من بيرسونال اسيستنت. اتوقع 820,000. عندنا بوذيزم واللي هو ديانه البوذا، هل بحثوا عنها اكثر من هاي؟ اتوقع بما انها ديانه، خصوصا انه وايد اجزاء من اسيا يؤمنون بهاي الديانه وهم بوذا، فاتوقع هاي اكثر. لا 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 لا، 1 2 3 4 5. صح، تونا موصلين 10 بوش اب، بس حطوا في بالكم كل مره نخطا، كل مره نخطا وانزل بوش اب وارد. لا خلاص نهايه الحلقه انا بنتهي. كوست الشركه، وتيل اوف تو سيتيز واللي هو قصه، اتوقع لكوست اكثر، ما اعرف ما اعرف. انا صراحه اشوف لكوست معروف اكثر والناس بتبحث عنه اكثر، وبالتالي بقول هاي اقل. ونفس ما تشوفون 110 حلو. ويني ذا بو اتوقع معروف اكثر، فبقول الناس بحثوا عنه والحمد لله 50. استعجلت، اعرف استعجلت. بلاي ستيشن في ار، فلو قالوا في ار يمكن بقول في ار اكثر، بس بقول بلاي ستيشن في ار اقل. ليش؟ لان ويني ذا بو وايد ناس اطفال يعني يبون يشوفون عن ويني ذا بو او شيء فبيبحثون عنه، اما بلاي ستيشن في ار ما اعرف ما اعرف، بقول اقل. فرق 100,000 بينهم. دكتور سترينج كان نازل حزاته في 2017 الفيلم، اذا نزل في 2017 ممكن يكون البحث عنه اكثر، بس بقول بقول بلاي ستيشن في ار اكثر، بقول هلا. واو شكله كان نازل في 2017. وانت بتنزل بوش اب يا حمان؟ 1 2 3 4 5. يا سريع 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 سريع. خلينا جريد دين واللي هو نوع من انواع الكلاب، وعندنا ذا برستيج، بقول ان ذا برستيج اقل.
اوكي سريع خلاص خلاص اقول لكم بديت اصربح ابو حديد بالم ايلاندز ولا هو في دبي اتوقع قول هاي اقل بقول هاي اقل 50,000 بس ابحثوا عنها اوكي مو وايد تسلا شركه السيارات الكهربائيه شاقه الدنيا ومعروفه اونلاين فبقول تسلا واو 4 مليون اوه يابولي موضوع يوهق الحين يابولي موضوع يوهق ويقارب لان تذكرون سنه 2017 كانت اتوقع اللي طلعت صوره هاي الفستان اللي النص العالم تشوفه ازرق واسود والنص الثاني تشوفه ابيض وذهبي فبحط لكم الصوره الحين وانتم كتبوا لي بعد شنو تشوفون انا عن نفسي اشوف حاليا ابيض وذهبي بقول ان الفستان بحثوا عنه الناس اكثر بقول لا حرام عليكم بالراحه الفستان بحثوا عنه اكثر بسرعة يلا لحظة زين لحظة شوي ماي بس ليه اجين يلا سبونج بوب سكوير بانتس ودكتور مارتنز اوكي اتوقع سبونج بوب سكوير بانتس اكثر من دكتور مارتنز ما اعرف مين هو بس اتوقع اكثر توني قاعد وطش اي بي ام ولا هو ما بافتي وثريسا مي هاد ما بفتي شخصية سياسية أتوقع اي بي ام أكثر منها أتوقع بس عاد فنسينج واللي هي رياضة وآرن سوارتز مين أنت مين أنت بس عاد يطلع هو أكثر بس عشان ينزلوني بوش أب أوف أخيرا جبت شي صح رود باند نت أكيد بيبحثون عنه أكثر منك يا آرن سوارتز ما أعرف مين هو لحد الحين ترى فوتوشوب أتوقع فوتوشوب بالراحة أكثر من رود باند 6 مليون احب اختراع الفوتوشوب صراحه باس اوفر شنو باس اوفر صراحه ما اعرف معنى الكلمه ومالي بارض ابحث عنها بس بقول اقل من فوتوشوب نو واي توصل 6 مليون حق فوتوشوب نو واي عندنا باس اوفر ولا هي كلمه ما اعرفها وذا سايكوباث تيست ولا هو كتاب بعد ما اعرفه اتوقع الكتاب اكثر اتوقع لا ثيرتين ريزنز واي المسلسل او الكتاب هني في الحالة وانديان اوشن تسونامي مرة ليش ما احد بيبحث عن تسونامي مرة ليش مع انه شيء مهم اشوى 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 خلاص كوزمتيك سيرجري الجراحة التجميلية احس الناس تبحث عنها اكثر لان مرة ليش الجراحة التجميلية احس شيء موضوع وايد يبحثون عنه اونلاين بقول اكثر يلا 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 نبي نواصل هذا ديابيتس مرض السكري ولا الجراحة التجميلية شنو يبحثون عنه أكثر أونلاين بخلي وقت حكم أنتم تفكرون بعد المفروض من البداية أسوي هالشيء بس أتوقع السكري أكثر أتوقع واو مليون ونص ناس يبحثون عن السكري ترين تايمز هني وحقوني هنفكر فيها منطقيا اوكي انت كشخص عايش في بلدة فيها قطارات طبيعي بتبحث في جوجل عن مواعيد واوقات القطارات شهريا هل بيكون اكثر من مرض السكري ما اتوقع ما اتوقع فكر فيها حمان فكر فيها الناس فيهم سكري اقل من الناس اللي يستعملون القطار اربع خمس خلاص خلاص صرت ابو حديد 2001 اسبيس اوديسي اتوقع هاي فيلم مسلسل ما اعرف هالونج بي ما ليش احس هالونج بي اقل الحمد لله الحمد لله ما بنزل اسوي بوش اب خلاص بقعد هالون بعيد بقعد بعيد بس بوبي اور لاعب هوكي يعني شيء طبيعي ما تسوي روحك ذكي بس ما اعرفه فبقول اقل الحمد لله الحمد لله بعد بعد بروس سبرينغستين بس لا تعطوني ناس ما اعرفهم بشهير عندكم اتوقع مغني في اكثر منه اتوقع هوو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 
الحمد لله قاعد تمشي ويانا. جودزم اللي هي اليهودية، ديانة اليهودية، أتوقع بتكون أقل. إيطاليا إيه، إسلام طبعا حطوهم يم بعض خرويكم، طبعا إسلام. حسيت هاللون فخر العرب كذي، فخر الإسلام. أوكي ما له دخل حمان، ترى بس صوت أنت. المهم الله يهدي الجميع. وعندنا مات لور، ما أعرف مين أنت فبقول أقل. وات مين أنت؟ شكله شخص سياسي عود. يلا The Dark Knight، فيلم باتمان ولا الموناليزا؟ وقع بما أنه شيء يتعلق بالإنترنت بقول The Dark Knight أكثر من الموناليزا. لا توقع انزل بوش أب وانت ساكت بس. خمس تشيلسي النادي ولا ماذر زي؟ لا توهقوني باشياء صعبة هاللون. الناس يبحثون عن يوم الام، وايد ناس يبحثون عن النادي تشيلسي. صورة قديمة باي ذا وي. خلينا نقول تشيلسي اكثر. الحمد لله. بوينغ، ما حد بيبحث عن طيارة. وولف مونكيز ولا هو فيلم اكثر.
ابريل ذا جراف، زرافة اسمها ابريل باهر، كانت مشهورة لنا مليون ونص بحثوا عنها، وفيدكس، اتوقع فيدكس اكثر. اوف طبعا وايد ناس ضايعة الاشياء اللي طلبوها، فبالتالي قاعد يبحثون عنها. محمد علي الملاكم بقول اقل، شو انا اخلى هاي 7 مليون، خفت لما شفت الرقم. كيم كارداشيان، مرة ليش بقول اكثر، قريب ال 10 مليون طبيعي اكثر. فيفا 17، هل فيفا 17 اكثر من كيم كارداشيان؟ ما اتوقع. اشوه كيم كارداشيان تغلبت عليهم. ايرون فيست مين اقل، مع انه مليون ونص بحثوا عنه المفروض اعرف. ياسر عرفات اتوقع بيكون اقل في 2007، مره 2017 خصوصا. ياسر عرفات اقل من ايرون فيست. استنبل ابون بقول اقل. خلاص 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 يا جماعه، خلاص خلاص والله خلاص. اخ اي 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 ما له داعي بوشوب، ما له داعي بوشوب. شوفوا الحين بالفوتوشوب بسوي له ابو حديد. ها اوكي شفتوا عضلات وحركات وذي. اي بس زين. بانزل بوشوب. 1 2 3 4 5. كيتلين جينر اللي هي اتوقع، اوه هذه كانه هو ابو كيم كارداشيان المتحول جنسيا. ادري بس اتوقع بحثوا عنه اكثر. ما اعرف هي امها ولا ابوها المتحول جنسيا، ما اعرف. بس يبحثون عن شلون يحسبون القروض مالينهم، فبتوقع اقل من مليون. واو انا عندي قرض الحين اسمه 5 بوش اب. 4 5. خلاص 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 هني نكون وصلنا حق نهاية حلقتنا. أتمنى أن استمتعتوا، وفي نفس الوقت يعني الحلقة ممتعة وفي نفس الوقت مفيدة لي. بس روحي خلاص بحرير، والله أتوقع لو كل يوم ألعب هاللعبة ومعها التحدي في شهر تشوفوني بس بحرير وكذي وهاللون. أتوقع يعني سلك حق روحك، كمان سلك حق روحك. يا جماعة أتمنى عجبتكم الحلقة، إذا عجبتكم كتنويع وكفكرة كتبوا لي تعالوا في الكومنتات، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. إذا تبون حلقات متنوعة أكثر تقدرون تضغطون هني، وإذا تبون تشوفون الحلقة اللي فاتت تقدرون تضغطون هني، ونشوفكم في حلقة ثانية.